Rock News FM. الناورة. يا سادة يا مادة يا أهل السنة والعادة، يحكيوا على مرية بلدية خطبوها 10 وباتت عند ولد الدشرة، يقولوا عقاب بيت باش كتبت له وتهنى باع عليها أراضي وسنيات، مهرها غالي وصورها عالي لا يطولوا ساسي ولا زوالي، حكيت عليها الدشرة قبل ما تهل أيام وليالي. أيا جاتهم خديجة بنت البي وطلع ما في وجهها ما يتراء، كي مش مذهوبات ما تقولش عليها مراء، لا تعرف لها واجهة من ظهر، ميترو على زوز الفم مبخر والمخ في صغر الزيتونة ولا صغر. أما يا كبدي بنت بي وسعدها قايم، كانك من راجل في دبايبها هي معايا، يسرى من الفجاري يشمر السروال يصيق الحوش ويمصمصلها السفساري. الجيران من أول دار لخر دار، واللي سمعوا بختيجة بنت بي من أبعد مدينة الأقرب دوار، كلهم هكا هكا بها، فين نحطك يا طبق النوار، ما يحفل المحفل كان بها. خديجة عاشت بنت بي موفية من كل شيء، حرير ذهب والحم سكر ودم وشحم، طاح بها الوقت ونهش فيها الداي، باعت الذهب والخلخال وجرات وحفات وردوي، في جارها ما لقات حد اللي عزوها بنت بي نكروا فيها وقت الجد. وولت خديجة حاشاكم حاشاكم نذير تشو، يخافوا منها خوفهم من البو، شقال شقال عليه من اللي جات خديجة للدشرة والمشاكل ولت بالعشرة. وطفيت خديجة على بكري، هيك حال الدنيا المقام فيها مكري، انهارت اللي ماتت خديجة ما بكاها حد وما بيهزها حد، ثقلت عليهم البية قد ما خفت وعينها حية. وحكايتنا هبا هبا كل عام جينا صابة، وحديث الناورة قياس، وكيما قالوا ناس بكري الناورة.